سلام بنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير. بغيت نشكر الناس كاملين اللي التحقوا بالقناة ديالي. كنقول لكم مرحبا بكم وشكرا على الدعم ديالكم. اليوم كيف كتشوفوا من العنوان غادي تكون لا روتين شوفو ديالي. هذه واحد لا فيديو اللي طلبات مني بزاف باش نديرها. بزاف ديال الناس كيسولوني على لا روتين شوفو ديالي وقلت علاش لا اليوم نديرها لكم. ولكن قبل ما نبدا نعاود لكم بعدا القصه ديال شنو طرا ليا في شعري. الوغ انا عندي الشعر جاف بحال البشره ديال وجهي، راه درت لا روتين فيزاج غنخليها لكم في الاي هنايا. الوغ انا اصلا شعري عندي الشعر بوكلي، وكيف كتعرفوا اي بنت عندها الشعر بوكلي كتبغي يرجع طوب، واي بنت عندها الشعر طوب كتبغي يرجع بوكلي، مع عمرنا ما كنقنعوه. الوغ قلت علاش لا ندير لا كيراتين. بزاف ديال الناس كيديروا لا كيراتين وكتصدق ليهم، وزعما كيولي شعرهم زوين، ما كيبقاوش يحتاجوا لا يديروا لا سيشوار لا والو. قلت علاش لا انا ما نديرهاش. درتها لي 3 بروميير موا الاولين كان شعري زوين، كنت ما كنحتاج لا سيشوار لا حتى حاجه. من بعد بداو المشاكل، يعني ولا شعري كيطيح، وليت ملي كندوز المشطه لي لونغور كيهبطوا كاملين في المشطه، ماشي غير كيطيح شويه داك عادي زعما ملي كنا كيطيح لينا شعرنا، ولكن ولا كيطيح لي لونغور واحد 40 سنتيمتر مع كان شعري طويل، كلها كتهبط في المشطه طويله بحال هكايا، وبدا كيخوى ليا شعري من شي بلايص. درت الوصفات كاملين اللي كيقول لك دير، حتى حاجه ما صدقات. مشيت عند الطبيبه قلت هي اللي غادي تعتق ليا شعري. ملي مشيت عندها عطاتني اولا واحد الدواء اللي كيتشرب باش يعاود يبدا يخرج ليا شعري. هذاك الدواء كان سميتو سيسيفان، غنخلي لكم التصويره ديالو هنايا، حيت دابا ما بقيتش كناخذو، خديتو بوندون 6 موا، واصلا خاصني نعاود نرجع عند الطبيبه باش تبدل ليا واقيلا لا روتين شوفو، حيت هاد لا روتين كديرها 6 موا، حيت دوك لي 6 موا الاولين هما فين شعري يسوفخي بزاف، فين طاح، فين ولا عندي شعري مقسم محروق طايح، الشعر ميت. ديك لا كيراتين خرجت لي على شعري مزيان. انا زعما اي بنت باغا دير الكيراتين نقوليها قلبي مزيان، قراي مزيان عليها، شوفي اينا مارك عاد ديريها، شوفي انت اصلا واش صحتك مزيانه، حيت بعض المرات كيكون لا كارونس اون فير، كيكون عندنا نقص في الحديد، وحتى هو كيزيد يخرج على الشعر ملي كدير ليه لا كيراتين. مهم هادو هما النصائح اللي نقدر نقول لكم قبل ما ديروا اي حاجه لا شعركم لا لوجهكم، قراو عليها وقلبوا عليها عاد بداو ديروها. مهم كيف قلت لكم شعري كان طاح، مشيت عند الطبيبه. غنوريكم دابا لي برودوي كاملين اللي عطاتني، هما دي برودوي عطاتهم ليا من لا فارماسي، غاليين ولكن عتقوا ليا شعري من بعد ما طاح ليا. ما نكذبش عليكم كان شعري رجع في واحد ليطا خايب بزاف بزاف بسبب لا كيراتين. ودابا غنوريكم لا غام اللي عطاتني ندير. عطاتني هاد لا غام ديال فيتو، لا فيتو كيراتين اكستريم. كنت اصلا انا غادي لفرنسا وخديتها، كيف كيبان لكم كانت 27.90 €، كانت بروموسيون، خديتها من مونوبري، خديتها من مونوبري حيت كانت بروموسيون، ولكن في لي فارماسي لقيت لو بري الاصلي ديالها وكان غالي بزاف. اول برودوي عطاتني هو لو شامبوان، بدلاتو ليا، كنت الحقيقه شحال هادي كندير لي شامبوان ديال لا كيراتين، حيت هما اللي كيخصك دير من بعد ما كدير لا كيراتين، داكشي كامل كيف قلت لكم خرج ليا على شعري. عطاتني هاد لا غام، هادي حتى هي فيتو كيراتين اكستريم، كيف كيبان لكم سي ان شامبوان بور شوفو اولترا ابيمي، ماشي غير ابيمي، اولترا ابيمي كاسون اي سيك، حيت اصلا انا شعري ناشف وزادت نشفاتو ليا لا كيراتين. هذا سي ان شامبوان لي ما فيهش الريحه، ما فيهش بارابين، ما فيهش داكشي كامل اللي خايب على الشعر ملي كيكون الشعر نشف وتهرس وتقسم. هو فيه اون تيكستور ثقيل داير بحال زيت الخروع، هو ثقيل ولكن الحقيقه هو من الحوايج اللي عتقوا ليا شعري في هاد لا بيريود كامله، وكنصحكم به الا درتو لا كيراتين وطاح لكم شعركم، حيت هو اصلا فيه لا كيراتين اللي كتعاونها. في لا ميم غام ديال داك لو شامبوان كاينه لا كريم ديكسيبسيون شوفو اولترا ابيمي كاسون اي سيك، حتى هي
حتى هي لا فيتوكيراتين اكستريم. هذه كنديرها ملي كنغسل شعري، كنديرها ملي كيكون شعري سوا فازق ولكن ماشي فازق بزاف، غير فازق غير شويه اولا حتى كينشف. هي اصلا كتخدم بحال تيرمو بروتيكتور وما كتغسلش، سي اون كريم لي زعما الحقيقه زوينه بزاف، غير كنديرها كنحسب شعري ولا رطب. من بعد كاين لو ماسك ديكسيبسيون، حتى هو في نفس لاغام. هذا كنديرو منين كنسالي بلو شامبوان كنديرو، سي ان ماسك زوين بزاف. زعما هذا غير لو فورما صغير، لو فورما الكبير عندنا غالي بزاف زعما في المغرب، كنتسنى غير نسافر ونشري الكبير باسكو سي ان برودوي اللي حمقني اللي قاد ليا شعري، كنصحكم به الحقيقه. هاد لاغام كامله كنصحكم بها الا درتو لا كيراتين وطرا لكم مشكل في شعركم. دابا الزيت اللي عطاتني هو لو فيتو اليكسير. هذا زيت رائع، ملي ما كيكونش عندي الوقت باش ندير الزيوت ندير ان ماسك ديال الزيت يبقى ليا في شعري ساعه ولا ساعتين، كندير غير هذا 10 مينوت كتحس به رطب لك شعرك زوين. سي اون ويل فريمون زوينه، لو بري ديالها في المغرب داير شي 250 درهم. هي سي اون ويل سوبتيل نوتريسيون انتنس بور شوفو اولترا سيك. كيقول لك استعملوها غير 10 مينوت في الشعر، والحقيقه بعض المرات انا كنخليها غير 10 مينوت الا ما كانش عندي الوقت، وزعما كنشوف لو ريزولطا ملي كنقي شعري واخا باقي فيه الزيت. وملي كنستعمل هاد لي برودوي كاملين لاحظت بان شعري تقاد، وبداك الضوء شعري عاوتاني بدا كينوض ليا اوطوال. سينون صحتني بزيت اخر وهو اللي كلشي كيستعملوه، وهو الويل دو كوكو ديزو دوريزي، ما فيها حتى ريحه. هادي زيت زوينه، كلكم كتعرفوا شحال الويل دو كوكو مهمه للشعر للوجه وكلشي بلا ما نحتاج نقول لكم عليها. ملي كنبغي ندير ان ماسك بحال هكايا من غير داك الويل اليكسير، داك فيتو اليكسير اللي عطاتني، ملي كيكون عندي الوقت باش ندير زيوت بحال هكا ديما كنخلط جوج زيوت اللي قالت لي مهمين لاي واحد لشعرو، يكون شعرو دارلو الكيراتين ولا ما دارهاش. عندك هاد جوج زيوت اللي غنوريكم هما اللي قالت لي مهمين، كاين كيف قلت لكم الويل دو كوكو، وثاني واحد هو لو بور دو كاريتي. هاد الزيوت قالت لي خصهم يكونوا هما ديما لا باز ديال اي بان دويل غادي ندير. الا كان عندي الوقت كيف قلت لكم كنخلي هاد البان البور دو كاريتي والويل دو كوكو، بيان سور كنزيد معاهم زيت اللوز، وكنزيد معاهم نيت نقيطه ديال داك فيتو اليكسير، كنزيدهم معاهم وزعما كنحس بشعري رطاب، وكنحس بانه ولا زعما تنعش بحال رجعت لا بريونس في شعري عاوتاني بسبب هاد لي برودوي هادو كاملين. هي ما عطاتني حتى ديميلور، ولكن انا بديت كنستعمل هذا دكارنيي، هذا لي تريزور دو ميل، زعما غير باش حيت هو بوغ شوفو فراجيل ابيمي، غير باش نساعد شعري يتقوى شويه اكثر ويهمد شويه اكثر. الدواء اللي عطاتني هو سيستيفان بيسيس، هذا سي ان برودوي اللي كيف قلت لكم كيقاد الشعر، كيطول الشعر، كيكثر الشعر، وكيف كتعرفوا راه ما حدو كيصلح للشعر، كيصلح حتى للضفه حتى هما، حسيت بهم ولاو قويين. فيه لو زنك، فيتامين بي 6، فيه بزاف ديال لي فيتامين، هو ان كومبليمون اليمونتير. كنت كناخد 3 في النهار، وحده في الغداء، وجوج في الليل. ما كنتش كناخد وحده الصباح حيت ما كنفطرش مزيان، حيت هذا خاصك تاكل مزيان عاد تاخده. كنت قلبت عليه في انترنت وقريت تعاليق ديال الناس، ولقيت بانه بصح كيصلاح، عاون بزاف ديال الناس، والحقيقه حتى انا عاوني بزاف، قاد ليا شعري، كثر ليا شعري. كيف قلت لكم انا هاد لو برودوي اصلاح ليا انا، الا كنتو بغيتو تاخدوه زعما سولو فارماسيان ولا الطبيب ديالكم. انا خديت لا كور 6 موا، بان ليا لو ريزولطا، وبان ليا لو ريزولطا بزاف في شعري وفي ظفاري. غادي نحبس 3 موا وغادي نعاود نبدا لا كور، ومنين نمشي عند الطبيبه عاوتاني غادي نعاود نسولها على واش نعاود ناخذو ولا لا. وكيف قلت لكم سولو قبل ما تشريوه وقبل ما تاخذوه. فوالا البنات، هذه هي لا روتين اللي كنستعمل شعري كيف قلت لكم هاد 6 شهور الاخره كامله. هادو هما لي برودوي كاملين اللي عاونوا ليا شعري باش ولا حسن من بعد لا كيراتين.
كيف كتعرفوا لي برودوي د لا فارماسي كيكونوا غاليين، ولكن الحقيقه ملي كيطرى لك شي مشكل بحال هكايا الواحد كيقول اللهم نمشي عند الطبيب نعرف شنو هو المشكل، ولا نبقى غير نشري في لي برودوي ونضيع فلوسي. نتمنى تكون استفدتوا شي حاجه من هاد لا فيديو، وكنعاود نقول لكم قبل ما ديروا لا كيراتين لو ديفريزاج اي حاجه قراو عليه قلبوا وشوفوا اصلا واش صحتكم مزيانه، حيت كيف قلت لكم الا كان اموك في شي فيتامين في لو فير يقدر يتسبب لكم حتى هو باش شعركم يطيح، باش شعركم ينقص، باش شعركم يخسر لكم. ونتمنى كيف قلت لكم تكون عجبتكم لا فيديو، الا عجبتكم ما تنساوش تابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كندير، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه. سلامه.